دكتور، خريج كلية الطب اسكندرية، ماجستير في علاج الأورام 1970، لندن 1971، زميل الكلية الملكية لأطباء الأورام لندن، أستاذ مشارك جورج واشنطن لمدة 4 سنوات، أستاذ علاج الأورام رويال مارتن هوسبيتال حتى عام 2006، الآن مدير عام مركز عيادي المستقبل حتى الآن، أكثر من 80 بحث علمي منشور أغلبها عن سرطان الثدي. هنبطل كلام عن المركز دلوقتي، يمكن هنرجع مره مرتين تاني ان شاء الله.
كلمتين بسرعه، يعني ايه سرطان؟ الناس بتسمع كلمه سرطان بتخاف دلوقتي، العين دي الفلاحين والكوره ما بيعرفوش يكتبوا كلمه، ما بينطقوش الكلمه. والله عنده كانسر، عارفين كلمه كانسر؟ ما يعرفش، ما تعرفش تكتبوا العربي، ما تعرفش. الناس بتخاف من الكلمه. الكلمه ما تخوفش، وهتعرفوا ليه بعد شويه ان شاء الله. عاوزين نعرف ايه هو السرطان، ازاي بيتعالج، وبعدين هل في شفاء في السرطان؟ هنعمل يعني استفتاء بسيط جدا جدا دلوقتي. اللي يقول مثلا شفاء السرطان فوق 50% فعلا. شفاء السرطان فوق 50%. اذا اكتشف مبكر. نعم. اذا اكتشف مبكر. حوالي ربع تقريبا. حوالي ربع تقريبا. ده واحد خلاص 25% 26% في شفاء ان شاء الله. وبعدين هل في وقايه من السرطان؟ اه طبعا في وقايه. يعني نادي قلت لك اللي بيكتشف مبكر، ودي نقطه مهمه جدا هنتكلم عليها لما نخش في بتاع السرطان. ليه بنسبب؟ احنا عارفين كلنا في خلايا في جسمنا بتنقسم طول الوقت. سبحان الله الخليه لما تتولد، خلينا نتكلم عن البلد كده، عمرها تحدد، عمرها تحدد. اكتشفنا بس مؤخرا من حوالي 10 سنين تقريبا بس في حاجه اسمها بروجرام سير داس. البروجرام سير داس يعني ايه؟ في حاجه خاصيه اليه لموت الخلايا في الجسم. وطبعا الواحد مثلا اللي بيلعب رياضه بص على عضلاته تكبر. ليه؟ في ضغط او في احتياج للعضله انها تقوى، بتتكون خلايا جديده وهكذا. انما بعد فتره الخلايا دي بتموت، بتيجي خلايا من حته ثانيه. في الاورام تقريبا نفس المساله، انما الخليه بتستمر في الانشطار وتنقسم 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 وما بتوقفش. بالتالي ده على حساب الاعضاء الحيويه حواليها. دي 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 الحاجه الوحيده. يقال ان طبعا هو اللي بيدور الخليه الجينات اللي داخل النيوكليس، اللي داخل النيوكليس بتاع الخليه نفسها. فبيحصل خلل في الجينات دي، والنتيجه للخلل خاصيه في البروجرام سيل ديث بتختفي، وبالتالي الخلايا بتنقسم وتنقسم. الحاجه الغريبه اللي بنشوفها كتير جدا جدا، ويمكن لو حد للاسف كان شاف مريض في اخر مراحل السرطان بيخسوا جدا جدا. وطبعا بيصحبوا المرض نوع من فقدان الشهيه، فما بياكلوش. فما يهمنيش انه ما ياكلش، دلوقتي عندنا محاليل وعندنا حاجات ممكن نغذيه. ففي مريضة كمثال كانت عندي، كنت بديلها 4000 كالوري في اليوم، ونايمة في السرير ما بتتحركش. المفروض نايم في السرير ما بتتحركش في اليوم ياخد 1200 كالوري بس، ما زدتش عن 1200 كالوري كتير. ومع ذلك خسر 5 كيلو في الأسبوع. ليه؟ كل الأكل ده رايح للخلايا السرطانية اللي جسمها. فالخلايا دي بتنمو وتنقسم على حساب حاجات تانية. إيه مسببات السرطان؟ 50% من السرطانات اللي بنتكلم عليها النهاردة ممكن بكره يختفوا. ال 50% اللي هيختفوا خافوا ازاي؟ لو بصينا على كل العوامل اللي بتسبب السرطانات دي كلها حاجات شخصيه. حاجات في ايدنا هنعملها، ما ندخنش، ناكل صح. في حاجات ما نقدرش نتحكم فيها انا وانتم معنا صح، الاكل بتاعنا. نسمع عن المبيدات الحشريه اللي كل شويه بيجيبوها، وحاجات مسرطنه وحاجات مش مسرطنه، احنا نعرف ايه دي؟ يعني واحد صاحبي بيحكي لي بيقول لك العوالم، بقول عوالم السيارات والتدخين، قال لي بتقول لي الميه مش نظيفه والهواء مش نظيف والاكل مش نظيف، هنعمل ايه؟ هنعيش ازاي؟ ففي حاجات في ايدنا، وفي حاجات الحكومات او ممكن تعملها. مثلا احنا سمعنا كتير جدا جدا على المواد الكيماويه، المواد المسرطنه في الاكل. حاجات البسيطة يعني دي بتكون لك نسبة ما تزيدش عن 5%، العامل الوراثي والعامل الوراثي والفيروسات. بعضنا سمعنا ممكن منكم كتير سمع بقى في تطعيم ضد سرطان عنق الرحم، مش عارف سمعت عنه ولا لا. دي شركات الأدوية اتكلمنا عليه في الندوة في لجنة الوراثة. هنختلف انا مع الدكتور ده بعد شوية ان شاء الله. التطعيم بتاع سرطان عنق الرحم دلوقتي في حاجه اسمها، في نوع من الفيروسات اسمه هيمالوبولوما فيروس ال اتش بي في. ده يقال ان هو بيسبب سرطان عنق الرحم. انا قلت يقال مش بتحفظ، هو فعلا بيسبب سرطان عنق الرحم. وبعدين اللي حصل
لان قعدت منتظره فتره طويله جدا جدا. الستات اللي عندهم سرطان عنق الرحم اللي عندهم الفيروس وعندهم سرطان عنق الرحم تقريبا بدون مبالغه كلهم اقل من 25 سنه، مش عارف نحس الحكايه دي معايا، صغيرين جدا جدا. للاسف اكتشفنا الفيروس ده بيتنقل بالرجاله من ست لست. وطبعا هناك الجراحيه اللي عندهم مفيش تحديد على الجماعه وبتاع، دي صار مشكله. وانا من رايي ده مرض مختلف خالص غير سرطان عنق الرحم اللي احنا بنشوفه في مصر واللي بنشوفه في الكبار في انجلترا. ده نوع بطيء ما بينتشرش او انتشر باقل نسبه، بيتعالج وبيجيب نتيجه. البنات الصغيرين اللي بنشوفهم 23 22 سنه لا قدر الله كلهم بدون مبالغه بيموتوا في خلال اشهر. ما اعرفش التجربه اللي عندكم ايه بالنسبه لل لا احنا عندنا اصل لما بنتكلم عن سرطان عنق الرحم هما بابلوما فيروس اللي هو 16 و18. نعم. ده مش ده يعني غالبا هو الكوز، لكن في اسباب ثانيه. يعني زمان كنا بندرس ان سرطان عنق الرحم يبقى فيها السيده تكون ممارسه العلاقه من سنها صغير، بيبقى في كذا شريك ليها. الكلام ده مش موجود عندنا في مصر، ومع ذلك بنلاقيهم موجودين. لكن سن سرطان عنق الرحم في مصر عموما بيبقى اكبر سنا من الموجود في مظبوط. والايطالي برضه مختلف والجريت والسرعات مختلفه، ولكن في نفس الوقت الناس بدات اورينتد هنا بالمصل بتاعه الفاكسين واحد اسمه سيرفاريكس. نوع تاني من الفيروسات بنشوفها في اورام الراس والرقبه اللي هو الشتاين بار فيروس، بس دي احنا بنتكلم على 5% من كل السرطانات. فالعوامل الرئيسية اللي في ايدي وايدك وايدكم مثلا ممكن نقضي عليها دي سنة مش كده، فاضلين حوالي 50% من الحالات من 3 ل 5% ده الوراثة. ده مظبوط في الآخر؟ مظبوط مظبوط. العوامل الرئيسية صغيرة جدا جدا هنتكلم عليها لما نتكلم عن الأورام الثانية بعد شوية إن شاء الله. كل مريض يخش عندي يسألني سؤال معتاد، هو السرطان اللي بيزيد بيعمل ايه؟ أنا في أيام جديت ولدت ما كانش بيجي. هل السرطان بيزيد؟ طبعا بيزيد. بيزيد ليه؟ زي ما قلنا 50% دي هي اللي بتزيد، مش العوامل اللي احنا مش عارفينها. الحل طبعا العوامل السرطان بيزيد، التدخين بيزيد، دلوقتي بنشوف بنات كل واحد بنت عندها 17 20 سنه ومشكله شيشه، دي كلها مصايب. فطبعا هتبص ليها مثلا سرطان الرئه الخط الاخر ده في زياده مستمره. بالرغم ان للاسف ما فيش حاجه، ما فيش رسم بيادي زي ده يبين حاله في مصر، ما فيش. فدي كلها حاجات من انجلترا كلها جايبه معايا. سرطان الرئه بيزيد، بس مؤخرا بدا يقل. بدا يقل. وبدا يقل ليه؟ الوعي هناك زاد، وبدا الناس يفهموا انه فعلا سرطان التدخين مضر ويسبب سرطان الرئه اللي ملوش علاج في الاساس. انما زي ما تشوف الحاجات المتعلقه بالعادات الشخصيه بالاكل الصحي زي سرطان المعده والامعاء والقولون الحاجات دي في النازل. في النازل بشكل كبير جدا على مر السنين. كلمة سريعة عن المراحل التي نتكلم عن المراحل المبكرة. عامة السرطانات بنقسمها لأربع مراحل. المرحلة الأولى اللي هي أبدر حاجة، حالة لسه مشخصة في الغالب يعني كده حاجة 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر الدايمتر بتاعها. مراحل المرحلة الرابعة طبعا الفرق من المرحلة الأولى والرابعة زي ما هنشوف بعد كده وقت. يعني إيه وقت؟ يعني الست اكتشفت ورم زراعة في صدرها حوالي قد القنبوصة مثلا. اهملته بعد 5 6 شهور بقى قد عين الجبل وهكذا. فطبعا المرحله الاولى بتكبر بالمرحله الثانيه، كبرت بالمرحله الثالثه وهكذا. ودي اهميه التشخيص المبكر والفحص الدوري كمان. العلاج الحديث من علاج السرطان بيشمل كل شيء دلوقتي، نادر جدا جدا. احنا دلوقتي في الحاجات المتوفره عندنا العلاج الجراحي، العلاج الكيميائي، العلاج الاشعاعي، وفي علاج الهرمونات بعض الحالات مثل اورام الثدي واورام البروستاتا اورام البروستاتا الهرمونات. اغلبيه المرضى بيحتاجوا كل حاجه. كمثال مثلا واحد جاله قبحه فبيروح للدكتور بيعمل له نظاره ياخد عينه يشيل الرئه وبعدين بنديله علاج كيميائي وقائي وقد يحتاج لعلاج اشعاعي. بنبدا بايه؟ بيعتمد على نوع المرض وعلى مرحله المرض، دي مهمه جدا جدا. في بعض الحالات دلوقتي في حاجه اسمها دلوقتي علاج تحفظي. يعني كمثال لو ست صدرها صغير والورم نسبيا كبير هنضطر نشيل الثدي كله. طب ممكن نديها علاج كيماوي في الاول نخلي الورم يكش
الحين يستشيلوا مرض ومنطقه امان حواليه بدون الواحد ما يغير شكل الثدي او يغير حجم الثدي بشكل كبير. فترتيب يعني بس الاغلبيه العظمى من مرض السرطان دلوقتي بياخد علاج اشعاعي، بيبداوا بالجراحه وبعدين علاج كيماوي في الغالب وبعدين علاج اشعاعي في بعض الحالات بعد كده. واذا كان الورم من النوع اللي بيستجيب لعلاج ضد الهرمونات زي الثدي او البروستات طبعا بيكملوا معاه البروستات. علاج الجراحي طبعا قد يستدعي استئصال الجزء كله زي ما كان مثال بين مره ثانيه لما راح متقدم الورم الثدي بنشيل الثدي كله. والله لو ورم صغير بنعمل علاج تحفظي او جراحه تحفظيه بس الورم حته منطقه ما حواليه. وبعدين طبعا دلوقتي بنعمل الجراحات التعرضيه في نفس السيشن، يعني العيان يخش العيان يخش العمليات مثلا يشيل جزء من المعده، الواحد يعمل له معده صغيره او يوصل بيه كده، الحاجات كلها بتعمل في وقتها. ده كلمه بسيطه جدا علاج الجراحي. علاج الاشعاعي نقطتين مهمين جدا عارف الجنائيه يعرفهم، ان كتير ستات بيجوا بياخدوا علاج اشعاعي يوميا مثلا على الثدي، او راجل بياخد علاج على البروستاتا. دول انا عندي اطفال ينفع اروح البيت؟ وطبعا لازم بحاول افهمها في حاجتين، حاجه اسمها علاج الاشعاع الخارجي، ده علاج بيتعطى خارج الجسم. علاج الداخلي، علاج الداخلي لما الدكتور يحقن ماده مشعه في المريض او يحط جسم مشع في المريض زي مثلا عنق الرحم اللي عباره بالشكل ده تمام، بالشكل ده تمام. فاحسن لو في عندي سرطان في الحته دي احسن لي احط ماده مشعه دي ونسيبها. ودي بتخلي دي الحاجات كميه عاليه جدا جدا من الاشعاع من عنق الرحم. وبالمناسبه الجهاز الوحيد اللي في مصر شغال دلوقتي، كان في جهاز في الغرام واقف، الجهاز الوحيد اللي بيوفر العلاج الداخلي لعنق الرحم عندنا في علم المستقبل. ما فيش حد ثاني في مصر جاب الحاجات دلوقتي. ودي برضه من ضمن الوصايا اللي البلد ماشيه فيها. حتى يعني سبت كلام حضرتك بتقول العلاج الاشعاعي الداخلي يخاف الاهل يخافوا يقربوا منه الكلام ده؟ الداخلي طبعا مش حد يروح البيبي. بس زمان لو تفتكر زمان لما حد السيتي بيقعد ثلاث ايام وبتاع ما كانش بيروح، بس فدايما بنلخبط بين الواحد ياخد جلسه اشعاع وروح مثلا، هي امان ولا مش امان؟ فبقول لهم دي زي ما تروح تعمل اشعه ولا اشعه ولا في الكس كاميرا بتاع وتروح، هل في اشعه بقى في جسمك؟ لا ما فيش. فدي بس نقطه سريعه للجماعه. العلاج الاشعاعي بالمناسبه لازم اقول تاني رجعناها تاني، علاج الاشعاعي علاج موضعي. يعني ايه موضعي؟ يعني الناس تسالني طب ايه الملاحظات؟ الملاحظات سهله جدا، اي انسان ممكن يفكر في الملاحظات. كمثال الادوات ده علاج موجه ومحدد لمنطقه في الجسم. كمثال مثلا بعالج البروستاتا، لو عالجت البروستاتا مش المفروض كتفي وجعه ولا يجي له حرقان في المعده ولا حاجه. خلاف الكيماوي اللي هنتكلم عليه بعد شويه، الكيماوي ده علاج محرم بالوريد بيخش في كل خلايا في الجسم وبص على كل خلايا الجسم، هنتكلم عليها بعد شويه. فدي النقطه الثانيه. فالواحد يفكر مثلا العلاج الثدي مثلا، انا بعالج الثدي والاشعاع مش المفروض اثر على الرئه ولا على القلب ولا على المعده والامعاء والحاجات دي كلها. ودايما بفكر العيان بص يا سيدي انت زيك زي اي حد غيرك، دلوقتي عندك ورم في الرئه هيجي لك انفلونزا وهيجي لك وهيجي لك وهيجي لك، ومش كل حاجه تجي لك تربطها بالورم. هنتكلم عن دي ان شاء الله. علاج الكيميائي ده عباره عن مين منكم ياخد علاج كيميائي هنا؟ ولا واحد يرفع ايده. انت خدتها بس الحمد لله. مين بياخد علاج كيميائي؟ ما حدش. كلكم بتاخد علاج كيميائي بس مش عارفين. ايه بقى؟ الاسبرين ده عباره عن كيميائي. الاسبرين العادي؟ البروفين، الفولترين، مش عارف، كل الادويه اللي بتبقى دي علاج كيميائي. فللاسف ما عندناش حاجه ثانيه نفصل ما بين علاج الكيميائي بتاع السرطان والعلاج الكيميائي العادي. كلنا بناخد علاج كيميائي. المشكله اللي لسه كنت بقول من شويه اللي هو سوء استعمال العلاج الكيميائي هو اللي بوظ الدنيا. انا جيت مصر اتفاجعت من حاجتين، اولا دكاتره مجانين لازم يستعملوا احدث حاجه واغلى حاجه. ودي مش لازم تكون احسن حاجه بالمناسبه، مش لازم. يعني الدراسات بتتعمل من يوم ما الدواء بينزل بيكتشف في معمل لحد ما يتباع في الصيدليه بتاخد حوالي 7 سنين. لذلك يعني حاطين جايد لاينز عندنا احنا في المركز وكلنا ملتزمين بيها الحمد لله. وما بنجريش الحاجات الجديده، الحاجات الجديده كلها هتفرق 2-3%. المهم العلاج الكيماوي عاده بيتعطى على هيئه محاليل، بالتالي بيخش في الجسم بتأثر على كل جسم، كل طبق محلول بيخش في الدم ده بيخش في كل حته في الجسم، وبالتالي بتأثر على كده.
بنستعمل مدى قله في العياده حوالي 20 25 نوع مختلف. هم في الصيدليه يعني حوالي 60 نوع من الادويه. كل واحد منهم ليه مضاعفات مختلفه. طبعا طابعين ورق في المركز عندنا، بندي ورق العيان بننبههم ان الدواء ده يعني كل دواء له مضاعفات مختلفه عن الثاني. الشيء الواضح ان العلاج الكيماوي بيأثر على اي خلايا سواء سرطانيه او طبيعيه بتنشطر بسرعه. انت بتفكرني كده بالمثال اللي دايما، لو عندنا مثلا عندي مرزله ضربت بيها راجل كبير ممكن يغمى عليه، لو ضربت طفل صغير لسه مولود طبعا هيموت ساعتها. فدي التمثيل البسيط. فبالتالي احنا بنفكر كويس ايه الخلايا اللي بتنقسم بسرعه في جسمنا. احنا قاعدين كده اهو، الشعر بيكبر لذلك بيقع مع الكيماوي، بعض الادويه مش كلها. الانسان طبعا بعض المرضى بيجي لهم غثيان نقيء، الحمد لله غثيان نقيء ما بقاش مشكله، بقى في ادويه جديده دلوقتي انتهينا المشكله دي كلها. ليه؟ لان برضه الخلايا بتاعت المعده بتنقسم بسرعه، بالتالي اسهال ممكن يجي وهكذا. الحاجه المهمه يمكن الحاجه الخطيره، خلايا النخاع العظمي الدم بتاعنا بيجدد باستمرار، احنا قاعدين كده الدم بيتجدد على طول. فطبعا النخاع العظمي بيتاثر بعلاج الكيماوي. لذلك قبل كل جرعه كيماوي لازم نعمل تحليل دم نتاكد الدم راجع على مكان فيه. التاثير طبعا مؤقت، كل مضاعفات علاج الكيماوي مؤقت، الشعر بيروح بيرجع تاني. لو عند الدم وطى بيرجع تاني. القيء والحاجات دلوقتي الحمد لله ما عادتش مشكله. دي كلمه عامه الكيماوي. فالكيماوي لو استعمل صح والعيان اتحضر صح ما بيوجعش دماغه. المشكله الكبرى اللي عندنا بتيجي العيان بيجي ما قاليش. لذلك وبعدين الدراسات اتعملت في انجلترا طبعا اثبتت العيان ما بيسمعش. يعني بيجي لك الست او الراجل ولسه متشخص عنده سرطان في الامعاء ولا في القولون ما بيسمعوش. بتاعت الشعر بتاع لذلك الدراسات اتعملت اثبتت فعلا. ودي انا كنت مشترك بعض الدراسات في التمرينات. بنقول للعيان بالتفصيل، العيان بيطلع من الاوضه بتساله الممرضه بره، جهز الدراسه، الدكتور قال لك عندك سرطان، لا ما عنديش سرطان، ده اللي في ورم كذا كذا كذا. فاللي حصل بتشوف الممرضه او الريسيرش نفس بترجع لي في العياده ثاني بتسمع. كنا مسجلين كل المقابلات دي كلها، فلقينا من احسن حاجه كنا بنترى في البدايه كنا بنبعت جواب للبيت للعيان، يا استاذ فلان قابلتك وانت عندك ورم حته بنيه، قلنا هتحتاج العلاج الاشعاعي والاشعاع اللي فاتوا 1 2 3 4 5 6 مش عارف. دلوقتي طبعا توفيرا للوقت الحاجات اللي حاجات كتير عندنا، ورق بسيط جدا، مضافات العلاج الكيميائي، مضافات العلاج الاشعاعي، العيان بيطلع بالورق فيه بنمشي معاه فيها وبعدين بنجيب ورق بعدين. فالعيان متحضر كويس. نتكلم عن الوقايه، قلنا هل ممكن وقايه السرطان؟ الحاجه اللي بتفتكر الرسم البياني اللي وريتهم ده، سرطان امعاء المعده بدا ينزل في انجلترا، ودي فضلا واحد جراح مش عالم، واحد جراح اسمه دينيس باركت بتاع بيت الليمفوما، بعض الدكاتره كل سمعوا عنها. دينيس باركت راح في افريقيا على خط الاستواء. ليه راح هناك؟ لان في نوع من الاورام الغده الليمفاويه اللي هي تسمى باسم باركت الليمفوما، هو اللي عارف ده. ودي برضه من ضمن الاورام الغده الليمفاويه اللي الفيروسات بتسببها. فدينيس باركت وساكن في قريه جميلة على طول في انجلترا اسمها فارنا، راح هناك. وهو هناك بطبيعته كجراح اكتشف ان في حاجه غريبه جدا بتحصل. هو خد خط الاستواء من الشرق للغرب في افريقيا بالعرض، ابتدى بالعرض كلها. لما تبص كويس على خريطه افريقيا هتلاقي فيه جبال وبعدين وديان وبعدين هضبات وبعدين جبال وبتاع. بص بقى في الوديان مفيش اوراق امعاء معده بتاتا او نادر جدا. على الجبال قطرت، على الوديان نقصت. ايه الفرق في اكل الوديان عن قمه الجبال؟ طبعا قمه الجبال بارده، مفيش خضار هيطلع هناك، عايشين على الحاجات الجذور كلها، البطاطا والكسافه والبطاطس والحاجات دي كلها. في الوديان طبعا في خضار وفي سلطه وفي فاكهه مش عارف. اثبت فعلا ان في علاقه وطيده بين نسبه اصابه بين سرطان القولون وكميه الالياف في الاكل. مراتي عضلة بتبتسم لان كل يوم لازم اكل صحن سلطه اقدم. هو طبعا اللي بيقول في انجلترا لازم الواحد كل يوم ياكل 5 الوان. طبعا انا مش مهتم بالالوان. الفكره بس 5 الوان يعني ايه؟ طماطم حمرا،
خيار اخضر، موز اصفر، جزر، برتقالي، ليمون اصفر. الفكره كلها ايه؟ بس عشان نزيد كميه الالياف في الاكل كتير. وبالتالي انا لو رحت انجلترا كانت نسبه سرطان القولون 80% سنه 71، اسف كانت 40% سنه 71 سرطان القولون، مشيت سنه 2006 كانت 8%. مجرد ان غيروا طريقه الاكل بتاعته. يعني اول مره انجلترا كان نادر لما تشوف سلطه على السفره ولا حاجه. العيش العيش بتاعنا العيش بخمسة سنة ده اصح عيش، لو قدرت تشيل المسامير والحاجات التانية من دي هو اصح عيش بجد والله. فدي طريقه من الوقايه، الطريقه من الوقايه. الكتايب اللي بره بطول الوقايه برضه زي ما قلنا قبل كده، حكايه التشخيص المبكر. التشخيص المبكر مهم جدا جدا. فنعرف ازاي عندنا سرطان، سبع علامات السرطان في كتيب بلع الترابيزه عن طريق الكتيب الاخضر ثلاث اربع صفحات في سبع علامات. هو ده لا شغل الورق بس هو سوري ممكن نعديهم للجنه المسائيه ان شاء الله وتزايد. فهو دلوقتي اتكلم بسرعه على السبع علامات، تغير في نظام التبرز او وجود بخار او دم. نتكلم على سرطان القولون معاه غريزه. يعني ايه تغير في نظام التبرز؟ بعض الناس بيتبرزوا مره في اليوم، اغلبيه الناس بيتبرزوا مره في اليوم، الصبح في العادي. واحد تاني بيتبرز كل يومين، ثلاث مرات في الاسبوع، تاني بيتبرز مره في الاسبوع. هتلاقي ده مش طبيعي، لا ده هو طبيعي بتاعه هو مره في الاسبوع. فلو بيتبرز مثلا مره كل يومين بدا يتبرز اربع مرات في اليوم، لا في حاجه غلط. اللي بيتبرز مثلا مره في اليوم بيتبرز ست مرات في اليوم برضه في حاجه غلط. ده يا جماعه تغير في نظام التبرز. طبعا لو واحد راح من البيت دخل بلبع بتاعه واكل حاجات حلوه والتاني هو اتبرز 15 مره سام حاجات كتير. اهم حاجه في اللي كان القطين الاخرين في السطر، لو الواحد بيجي له برد بيقعد اسبوع، بيجي له اسهال مع شويه انتينال ومش عارف ايه، اربع خمس ايام وحاجات حاجات بتروح. لكن لو اي حاجه من الحاجات السبعه دي استمرت اكتر من اسبوعين وفي تزايد، راح ما يسكتش عليه. اي تورم في اي حته في الجسم، يعني ساعات عند الخبط مثلا طلع له كركوع زبقت ساعتين، بعد اربع خمس ايام لونها اسودت، بعد كده راح مش مشكله. انما لو في الاكل بنكتشف دايما بيكون الناس يعني اتعود على شكل صدرك في المرايه والاحساس بتاع السن نفسه. لو الناس ما فيش ست صدرها شمال زي اليمين او قد اليمين، دايما في تغلط بسيط. حوالي 80% من الستات الصدر مختلف عن الصدر، واحد اكبر من الثاني، الحلمه مهتمه عليها شويه، الحلمه نازله هنا شويه. فاي تورم سواء في الخصيه او في الثدي او في الجسم اي حته بدون سبب، يعني واحد اتخبط وجاله وزير تحت الجلد والحته ورمت اسبوعين مش عارف يروح على طول ان شاء الله. كل المدخنين بيكحوا، وكل المدخنين عندهم برد، يعني كل المدخنين لما يقول واحد يديله دور برد عادي جدا من كتر الكحه، مش لاقي مثلا شعر الدم في البلغم، ده شيء طبيعي جدا جدا. المشكله الكبرى عندنا في سرطان الرئه، اعراض سرطان الرئه هي اعراض كحه دول، لا دي الكحه بتاع التدخين هي دي اعراض سرطان الرئه. لذلك كل المدخنين، وفي زي ما قلت في علاقه ايجابيه وطيده بين سرطان الرئه والتدخين، كل المدخنين بيجوا بحاله متاخره. ليه؟ الكحه متعود على الكحه، متعود في عنده بلغم. الكحه لو زادت شويه مش هياخد بالها. البلغم لو زاد شويه مش هياخد باله، لو الدم عرق سوري البلغم اتعرق لدم طبعا شاف قبل كده. لذلك حاجه كلها متاخره كتير. فكحه او ضيق في النفس او بلغم في دم برضه. عسر الهضم وصعوبه في البلع نفس الحكايه برضه. العاده السيئه بتاعت مصر اللي احنا 10 19 بالليل والاكل ما كاتش وجعان واكل اكل حلو اخش انام، طبعا اول الصبح مش قادر مش طايق نفسه، في عسر في الهضم وحرقان في المعده. فدي برضه. بس لو الحكايه اتكررت وزادت لازم ما نسكتش عليها. نزيف او افرازات من اي فتحه وفتحات، يعني مثلا واحد خبط من غيره مثلا جاب نزيف مش مشكله. لوز بتاع اتنقص الدم ولا بتاع برضه مش مشكله. انما لو مثلا ست عندها 55 60 سنه بعد انتهاء الدوره بقى جالها نزيف، لا ده لازم نشوف سببه ايه. او في دم في البول لازم نشوف سببه ايه، دم في البراز او انفاق في البراز لازم نشوف سببه ايه. قرحات لا تلتئم، طبعا مرضى السكر وقرحات الرجلين دي مشهوره جدا، مفيش حاجه منها. انما واحد مثلا عنده حسنه، والحسنات اللي الواحد يخاف منها بالمناسبه الحسنات غير محسوسه. دي الواحد يخاف منها، الحسنه البارزه والحسنه اللي فيها شعر
او لونها زرق ازرق دي برضه ما بخافش منها. المهم لو في قرحه في الجلد ما بتلتئمش برضه راح يروح يسال. بالمناسبه اللي في مرض اسمه ميلانوما اللي هو سرطان نوع من سرطان الجلد وده سيء جدا جدا وخصوصا عاش جدا دي اكثر السرطانات شفاء زي ما هتشوفوا بعد كده ان شاء الله. هي المشكلة فيها الحالات اللي ما بتخفش مالهاش علاج. دي المشكلة عشان كده وده اسمه عشرين ده جدا. لسه بتكلم عن الميلانوما يعني نبص على الرسم البياني ده برضه يبين نسبة شفاء السرطانات كلها. بنبدأ بأول واحد اللي فوق خالص اللي هي من سرطان الجلد نوع من سرطان الجلد ده 90% هنلاقي الثلج اللي هو حوالي 80% بس للأسف دي أرقام إنجليزي بدل أرقام مصري. مصر متوقع هتكون 60% هنعرف بيه بعد شوية إن شاء الله. دي بنتكلم نظرة في الستات وهكذا. نبص على البنكرياس وده برضه لسه دي من ضمن حاجه بنسميها السرطانات الصامته. يعني ايه البنكرياس ده ملوش وظيفه. الواحد ده بدل قرحه في المعده بيحس بيها. البنكرياس بيفرز شويه انسولين وشويه حاجات عصاره عشان الهضم. فلو بص لها ورا بيبقى في انسان مش حاسس بيه زي سرطان الثدي برضه. فالحاجات اللي ما بتديش اعراض مبكره يعني دكتور غادة هتقول لكم مثلا سرطان الرحم مش هقول لكم سرطان الرحم نسبة الشفاء فيه عالية جدا. بالجراحة يعني كتير جدا جدا ما بيشفهمش يعني بيقولوا روح دكتور غادة بتشيل الرحم بتشيل الموبايل انت ليه اللي بيدي علامات مبكرة أو الإشارات مبكرة. الرجالة نفس الحكاية برضه الميلانوما على الإمة ونمرة ثلاثة برضه الثدي في الرجالة. هو في ثدي في الرجالة أو في ثدي في الرجالة. كل 100 ست عندها ورم في الثدي او سرطان في الثدي في انجلترا بنشوف قصادها راجل. في مصر كل 100 ست بنشوف قصادها 5 رجاله. هتعرف ليه؟ التلاقي في الكبد. التلاقي في الكبد صدمه من هاكسي او اللي بيحصل ايه؟ طبعا الرجاله عندهم استروجين او فيميل هرمون او سوري هرمونات نسويه دمهم ودي بتتكسر في الكبد. لو الكبد وظيفته مش صح لذلك هنبص نلاقي مثلا في فرنسا 3% او 3 لكل 100 ست. ليه؟ برضه عندهم تلاقي في الكبد بس من الجانبيه والامور والحاجات دي. دي يعني هنلاقي برضه البنكرياس هو اسوء واحد فيهم وده للاسف ملوش حل. بنتكلم على 2 3% نسبه الشفاء وبس. ناس كتير بتشوف على الفرق بين ورم خبيث وورم حميد. هو الفرق اللي كان اهم فرق هو الفرق بين الانتشار. زي ما قلنا كده الخلايا بتنقسم وبتزيد انما ما لهاش خاصيه انها بتخترق جدار الاوعيه الدمويه وتوما دخلت في الاوعيه الدمويه منها الخلايا بتبقى وصلت للدم والخلايا ممكن بالدم تنتقل وتروح وتقف تتزنق تتحبس في حتت في الاوعيه الدمويه دي مش فرق كويس. انما من ناحيه التحكم بالحاجات دي وطبعا معدل النمو بطيء جدا في الحميد اسرع شويه في الخبيث. نمو موضعي اورام الحميده زي مثلا الناس مثلا في الشارع وقت كده دي كلها اورام حميده بتاعت الغده الدرقيه. دي الكلمه الاخيره تقريبا عن السرطان. حاجه ثانيه بفكرها للاسف السرطان مرض السن مرض العجائز. يعني بالرغم ان نشوف زي ما قلنا في البدايه حوالي 5% اطفال انما الاغلبيه العظمى والسن الخطيره طبعا بتبدا من 45 سنه وطبعا. وطبعا زي ما شايفين ما بتنتهيش يعني بنقف هنا على سن تقريبا 100 سنه معروف الانسان لو عاش 113 سنه 100% الناس عندهم سرطان. دي فالحاجه اللي انا قلت نفس النقطه اللي انا قلت اكثر السرطانات انتشارا طبعا في الشافين في الباي شارت اللي هو اكثر حاجه سرطان الثدي. ده بيكون حوالي 30% يعني عندنا 100 مريض ومريضه عندهم سرطان حوالي 30 منهم عندهم سرطان الثدي. وده في الحاله دي احنا على سرطان الثدي. كلمة سريعة جدا جدا هو ايه السد عبارة عن ايه؟ السد عبارة عن مجموعة من الغدد. الغدد دي زي ما مرسوم في الرسم هنا بالتحديد عبارة عن غدة الوظيفة بتاعت السد انها بترد على الطفل ملوش وظيفة كده طبعا الناحية الجمالية والناحية الشخصية والحاجات دي حاجة تانية خالص. انما كغدة كبيرة دي مكونة من حوالي 12 ل 14 وحدة من طول 8 ل 10 بس أربع حاجة أربع حاجة اللي بنشوفها. كل واحدة مكونة من غدة الغدة بتفتح في قناة الرضع عندكم وشاف الست بترضع بتلاقي اللبن طلع من الفتحات رفيعة جدا من الحلقة نفسها. عادة كل فتحة في الحلقة بتساوي الغدة اللي وراها يعني في 14 فتحة يبقى فيها 14 غدة وهكذا. ال 80% من سرطان الثدي بيطلع من الغشاء المبطن بتاع القنوات مش من الغدة.
80%، ودي لها اسباب او لها نظريات يعني كثيره ليه اشمعنى دي بقى ده جيل ده بنكره على الثدي الطبيعي. اللي بيحصل زي ما قلنا 80% دي القناه اللبنيه بنسميها القناه اللبنيه، الخلايا داخل الغشاء المبطن العادي، الخلايا داخل القناه بتبدا تنقسم وبعدين تبدا تتفرق لضرر القناه اللبنيه نفسها. تطور طبعا بره القناه طبعا بتخش في الدم، الدم بياخد الخليه ويوزعها على الجسم. فعشان كده والفرق بين قناه طبيعيه او خليه خليتين داخل القناه نفسها والانتشار وقتها. زي ما قلنا 30% من الحالات نادر جدا تحت 35 سنه ما عدا السرطان الثدي الوراثي اللي هتكلم عليه باختصار شديد. اكثر سن طبعا سن الخطيره في سرطان الثدي ما بين 35 و 45 55 سنه، وبعدين نسبه شفاء السرطان 60%. دي المفروض في اي بلد متحضره في الدنيا بتكون حوالي 60%. 60% يعني ايه جميع المراحل؟ هنقول مثلا هنشوف بعد كده المرحله الاولى بتوصل المرحله الاولى سنتي او اقل بتعدي 98.10% نسبه الشفاء. دي بالنسبه لل في السنه في 15 مليون حاله على العالم كله وكلها في تزايد نسبه الشفاء 60%. طب حلول التزايد دي ليه سرطان الثدي يزيد؟ هنعرف ليه بعد شويه. ايه الاسباب؟ اسباب كتير. اهم حاجه لازم افتكرها ان التعرض الثدي للاستروجين للهرمونات النسويه خطير جدا جدا. يعني ربنا خلق الست بيدينا الدوره على 11 10 سنين تنتهي على 50 سنه. احنا لو طولنا الفتره دي باستعمال الهرمونات التعويضيه معناها ان احنا بنخش في خطوره، واثبتنا كلام ده بعد شويه. فالهرمونات التعويضيه دلوقتي بعد دراسات كبيره دراسه كثيرة سموها دراسه المليون ست. دراسات دلوقتي بقت بين 17 مليون وحاجات كده. سنه كام الدراسه دي يا دكتور؟ الريفرنس موجود هنا اظن كده الريفرنس موجود. اثبتت فعلا انا كنت يعني احنا كنا دكاتره كنت بنكتب بالاخص عندي لما بندي علاج كيماوي واحده ست عندها 42 38 42 سنه الموضوع بيقف فبضطر انا بقول لك لا ما ينفعش لازم ادي لها حاجه تعوض لها الهرمونات التعويضيه او الهرمونات الايستروجين بالذات بيحمي الست بيحمي القلب بيحمي العظم بيقلل الكوليسترول في الدم ليه فوائد كثيره جدا جدا فوائد كثيره جدا. فلو الدوره انقطعت في سن قبل 50 معناها ان الست هتتاذى، فانا بنكمل لها لحد 50 سنه بالهرمونات التعويضيه وبعدين بوقف بعد كده ودي السنه التعويضيه. الحاجات اللي ربنا وفرها لنا ما بنستعملهاش. يعني ايه؟ مين انسب ست سوري انسب سن للحمل سن كم سنه في البنت دلوقتي او الست؟ 20 بعد 18 سنه بتبدا تتضهر. كل البنات دلوقتي مفيش بنت بتتجوز قبل 27 بتخلف بعدين 29 30 31 عادي جدا دلوقتي. تاخير الحمل مضر. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا كاتبها في سلايد ثاني حبوب منع الحمل. طبعا بتتجوز ومش عاوزه تخلف فتعمل تاخد منع حمل. الدراسات اللي اتعملت اثبتت انها مضر. كويس؟ الرضاعه بتشتغل بلوك يعني السكرتيره بتاعتي لما توصل لنا الصبح تسيب ازاز وما ترد على البيبي مش عارف ايه دي حاجه كويسه خالص. ولما تاخد بيت في بيت كله بيحط البطن ويقول احنا الصبح الرضاعه بتحمي الست. ودراسه اتعملت في الفلبين في قريه صغيره جدا دراسه مهمه جدا 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 اثبتت فعلا ان الرضاعه بتحمي الست مش بتحمي الستات لا بتحمي الست نفسها. في قريه بتاعت صيادين في الفلبين الرجاله واقف على مركب بيصطاد والست بتقدف في ايد واحده بس والايد الثانيه طبعا شايله البيبي اللي بيطلع من الثدي الشمال. ده طبعا على الثدي اليمين. لقوا من نسبه الاصابه سرطان الثدي في اليمين الحته الوحيده اللي في الدنيا اي حته في الدنيا هتلاقي الشمال زي اليمين. الحته الوحيده اللي القريه دي بتقضيها ولما شفنا رحنا شفنا السبب ايه؟ لا لا انت الستات كلهم رضاعه تقريبا ثلاث ارباع اليوم من الثدي الشمال من الثدي الشمال بس ما بيطلعوش من اليمين.
الاعتبار. العمل الوراثي هنتكلم عليه، الاشعاع، التعرض الثاني للاشعاع خطير. عرفنا الحكايه دي ازاي من كذا تجربه اتعملت في الاربعينات. طبعا كان السل كان مرض فظيع اثناء الحرب، طبعا قضيه الاكل والتغذيه والفقر والحاجات دي كلها. فكان السل كان مرض ما كانش له علاج، الستريبتومايسن اكتشف بعد الحرب على طول اللي هو علاج السل. فعرفنا ازاي الاشعاع السابق، كان البنات الشباب الصغيرين يجي لهم سل، البنات بالاخص، فكانوا من طرق اي جزء عضو في المريض في الجسم لازم تريح، فكنا بندخل هواء في الرئه عشان الرئه تنكمش وما تشتغلش. ده كان الاعتقاد وقتها. وكل اسبوع المريضه تروح للدكتور بتاع الصدريه يعمل لها اشعه الصدر، وطبعا اشعه الصدر في الاربعينات مختلفه، كميه الاشعه كانت عاليه جدا. اشعه الصدر الرئه بدات تفرد، يزود الهواء. دي لما عملت دي بتستمر سنه. كلهم بعد 15 20 سنه دول عيال صغيرين او بنات صغيرين من على الصح بقول لك انهم سرطان في الساد. الاشعاع بيسبب، هتقول لي طب المانوجرام، المانوجرام دلوقتي الكميه اللي الاشعاع فيها اقل من كميه من البرازيل ناتس اللي احنا بناكلها، ودي بالمناسبه اكتر حاجه فيها اشعاع في الاكل طبعا. فكميه بسيطه جدا جدا جدا. البرازيل ناتس، البرازيل ناتس نوع من النوع من الصنفيه بتاع اسمها العرب اللي هي الكاشيو خضارات يعني. لا لا هو نوع من الغير الرز والجوز والرز والحاجات هي كلها بس كبيره شويه. لا لا زي الكاجو، زي الكاجو بس كبيره. جبت دي اكتر مصدر اشعاع في الكلى، بس نبتدي ناخدها في وقت اللي ممكن انا اعرف مع الكاجو مره خمس سنوات ستارتنج من سن كام يعني لما بتيجي لنا حاليا؟ صغير ستارت نعمل ماموجرافي من سن كام؟ لا كاجو كويس، كاجو مش قد البرازيل ناتس مختلفه، دي بتطلع في الارض في البرازيل مش عندنا. هي مش عندنا، مش كمان دي حلوه جدا بصراحه، مش عندنا هي مش عندنا. دي الريفرنس احنا على دي الدراسه اللي بتكلم عليها حكايه المليون سيكل اللي طلع. كام يا دكتور؟ طيب اصل انا كنت في امريكا في اورلاندو وكان المؤتمر برضه بتاعنا. هي كنت في امريكا في اورلاندو فاتكلمنا على الاتش ار تي او الغدد التعويضيه مع الكانسر بريست، فكانت النسبه قليله جدا. لا دي بتتكلم على مليون 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 ست 2003 مليون مليون ست. اصل في ديبيتس جامده في الاتش ار تي. اتمنعت مش اتمنعت طبعا، ست حرة في الساعه بس اتمنعتش. بس مفيش دكتور بيتر كواليتي اوف لايف. طب دي في محاضرة حالة على الموضوع ده. طيب ان شاء الله محاضرة هتفضل يا سامي. اللي هو ايه؟ مين الومن؟ مين الامر؟ الفول اب صح؟ الفول اب فول اب. لا لا في فول اب بتاعها ماشي مستمرة برضه. عشان في ديبيت كبير عندنا في الـ HRT او الهرمونات التعويضية مع الـ الكانسر بريست. فلو يعني اخر كلام بيقول لو استخدمناها اكثر من خمس سنين في الفاميلي هيستوري تبقى اونلي 5%. فمش يعني عشان كده بسال بقى قد ايه دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن نكملها بعد ما نخلص. اوكي هو اللي طبعا اللي احنا عارفينه في مصر الشائع جدا جدا الفلاحين حاجات دي الابره كل ثلاث شهور بدل الحبوب كل يوم بتاعه دي حاجه اسمها بروجسترون. وطبعا اكثر مشروع بين الاثنين مع بعض الاستروجين مع البروجسترون، واذا احنا ما شايفين انه هنلاقي انه اكبر نسبه سرطان الثدي اللي هي الكومبايند بيل اللي هي الاستروجين مع البروجسترون اقل وحده ال 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 سوري دي نسبه الاصابه دي اللي عمرهم ما استعملوا الاتش ار تي اللي في النص اللي هي البروجسترون بس. فالبروجسترون اقلهم مسبب سرطان. عارفين طبعا ازاي بنشخص سرطان الثدي بالفحص الكلينيكي، طبعا هوريكم صوره بعد كده على طول ان شاء الله. الماموجرافي دلوقتي صوره الجهاز اللي عندنا والديجيتال ماموجرافي كميه الاشعه اللي فيه بسيطه جدا جدا، وما بنستخدمش افلام كلها ديجيتال زي ديجيتال كاميرا بتاعتنا دي بتمكنني ان ازود الدنسيتي ازود يعني بتحسن الصوره. حتى الافلام ما بتطلعش على الفيلم عشان عادي. فكميه الاشعه الثدي قلت جدا جدا.
وبعدين طبعا في حاجه اسمها تريبل دايجنوستكس او التشخيص الثلاثي، فبنعمل الفحص الكلينيكي زائد الراديولوجي او الاشعه او المبات فوق الصوتيه زائد عينه بتبقى رفيعه. ودلوقتي كل انجلترا في مراكز الاورام في حاجه اسمها العياده الخطوه الواحده، يعني ست تخش جوه تطلع تشخيص. الدكتوره بتاعت المعمل واقفه معايا جنبي، بتطلع الاشعه بتاعت المعمل، بتيجي العياده تتكشف العياده، تطلع تعمل الاشعه ترجع العياده، بناخد عينه والدكتور التحليل جنبي. العينه الرفيعه لما تبدا الرفيعه دي على فكره بتطلع في خلال ثواني، ثواني فعلا. يعني بنفرد المسح على سلايد، نحطه في الصدمه، الدكتور بتشوف تحت الميكروسكوب والواحد واقف. دي بتتعمل كلها وان سلايد. أنا براهن شركة التأمين أنا هموت، لأن لو مت
هخسر فلوس، وهم بيرهنوني ان انا مش هموت. لا انت هتعيش لحد 70 سنه مثلا، كويس؟ وشركه التامين لك الله لو فعلا في علاقه ايجابيه بين مرحله المرض والشفاء، طب ما انا شخص المرض بدري، ولو شخصت المرض بدري معناها ان حمتس حياه ستات كتير، معناها انا مش هخسر فلوس. هي اشعه في السنه وكشف وبتاع كلام فارغ كله، مش هتكلم في حاجه. فالغريب ان اول بيبر عشان كده شفناه قديم طلعت في الموضوع ده سنه 61 ويليام شابيرو، ويليام شابيرو بالنسبه للدكتور مهوش مش دعوه بالكلمات خالص. اللي عمل 60,000 ست مؤمن عليه في شركه استادي اسمها اتش اي في هيلث انشورنس بلان في نيويورك، شركه تامين كبيره جدا جدا في نيويورك. عملوا شرط التامين يا ستات عندي انك تعملي ماموجرام كل سنه. عاوز انا بس انا مش عاوز مع السنه. جمعنا رقم كبير جدا جدا، 60,000 ست وافقوا مع الحكايه دي، وافقوا ان تعمل لهم فحص دوري كل سنه، ماموجرام وكشف وهكذا. قسموا مجموعتين، مجموعه فحص ومجموعه مجموعه. فهنبص اللي حصل، احنا هنبص على نسبه الوفيات من سرطان الثدي في المجموعه اللي في الفحص من اول اربع سنين. النسبه كانت باينه جدا جدا جدا. دي اول حاجه طلعت. فدي اول معلومه ودراسة علمية اتعملت تثبت ان التشخيص المبكر بينقذ حياة الستات. بعد كده طلعنا دراسات من اوروبا، دراسة امريكا متأخرة جدا جدا في الموضوع ده. دراسات اوروبا الاغلبية من المملكة المتحدة وشمال اوروبا، فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك، بلاد صغيرة جدا جدا. يعني 7 مليون 6 مليون 8 مليون بالمقابل لانجلترا حوالي 60 مليون نسمة. بس في دراسات في السبعينات اتعملت اثبتوا نفس الحكايه، شامله نص 500,000 ست، اثبتوا فعلا ان الفحص الدوري التشخيص المبكر بينقذ حياه الستات. طبعا انجلترا كنت محظوظ شويه، اول وظيفه ليا كاستشاري كنت في مستشفى في بلد اسمها ديلفورد في جنوب غرب لندن. اللي حصل من 78 ل 88 عملوا دراسه مبدئيه مده 10 سنين في المملكه المتحده كلها، خدوا 6 مدن، 3 مدن علاج متابعه زي ما عملوا في نيويورك بالماموجرام والالتراساوند والكشف والحاجات دي، وبالمره تحليل السكر ومش عارف ونبض الضغط والحاجات دي كلها، وزيها بلد تمام نفس الحجم تقريبا في نفس المنطقه مراقبه مش عارف في حاجه خالص. وبعد 10 سنين شوف اللي حصل. يعني انا من 78 ل 88 عندي 77 في اواخر 77 لحد 88، 10 سنين بنبص على الدراسه دي. اسباب الفعل لا ده في فرق كبير جدا. فمن 88 وبعديها بسنتين الدوله قررت كل الستات في انجلترا ما بين 50 و70 سنه مره كل 3 سنين. يمكن بعض الناس يقول لك لا 3 سنين كتير، وانا موافق مع دي بصراحه، بس عشان التكاليف انا خلاص مره كل 3 سنين كفايه. ست بتروح بتعمل ماموجرام، موجات فوق السلطيه، تحليل الدم، بتعمل فحص الشهر، ده بقت اجباري. بس ساره مراتي ساره طبعا جوارها دخلت في الموضوع ده برضه غصب عنها. بيجي لي جواب في البيت عاملين لك معاد يوم كذا الساعه كذا الحته الفلانيه. وتسكينا لكم يعني عارفين احنا ساكنين فين، انا ساكن مثلا في سموحه. العربيه بتاعتنا هتكون واقفه في كارفور، هتكون واقفه قدام فتح الله في سموحه. يوم كذا الساعه كذا. مفيش اسهل من كده. ست بتروح هناك بتعمل الحاجات دي كلها. لحد دلوقتي 17 مليون ست، انجلترا 60 مليون، لو توقعنا مثلا لو افتكرنا نصهم ستات نصهم ستات نصهم رجاله، 17 مليون ست اللي هو تقريبا 95% من الستات اللي عندهم من 50 ل 70 سنه مشتركين في الدراسه دي. اثبتوا ان في 1250 حياه في السنه بتنقذ بالماموجرام. فطبعا الحاجه المهمه جدا جدا، انه ارخص علاج مرحله مبكره ومرحله متاخره؟ مرحله مبكره. فهو يوم بيصرف كتير جدا جدا، بس وفر فلوس اكتر كمان. فدي المهمه. علاج الجراحه اللي اتكلمنا عليه، علاج الجراحه دلوقتي حكايه استئصال كلي او جزء، دي سؤال مهم جدا. للاسف لحد دلوقتي بيجي لي مرضى، جات لي واحده ست قريب من قبل ما اطلع اجازه من حوالي 3 اسابيع تقريبا، عندها بقى 1 سنتي الغدة النظيفة. ده جراح شرس ده. ليه؟ ودي الفرق. يعني أولاً الناحية النفسية والناحية الاجتماعية مهمة جداً بالنسبة لنا طبعاً. إذا كان النتيجة واحدة، ليه الست تشيل صدرها؟
هو طلع بيبي يقول لي طلع في رغبه من المريض مش عارف ولا لا يعني حتى لو قلت لك لا لا شيله خلينا نستريح مش عاوز الحكايه دي ماشي انت كده عاوز كده ما اقدرش اقول لك طبعا بس الدراسات اللي اتعملت وعلى مدار ال 20 سنه دلوقتي يعني في دلوقتي اكبر دراسه اتعملت كانت في اوروبا سوري اسف في النيلان بس ودي كانت في الولايات المتحده الامريكيه من 20 سنه جيب الستات نقسمهم على نصين يا اما علاج جراحي تحفظي بس نشيل الورم والغدد يا اما نشيل السلي والغدد بعد 20 سنه مفيش فرق خالص بين المجموعتين في الحالات المناسبه الحالات المناسبه يعني ايه بالمرحله الثانيه لحد 5 سم ممكن وزي ما قلت في البدايه ممكن تدير عليها كم سم تشيل السدر كله وتحفظي 5 سم بقى اكثر من 5 سم تشيل السدر يعتمد لما دي المشكله حسب النسبه يعني لو ستها حجم السدر 10 وانا ورم 5 هشيل سيفتي مارجن يبقى 7 ما فضلش حاجه الا بريست بس فدلوقتي ما فيش اي داعي ان الست تشيل صدرها في حالات معينه حتى لو كان ورم كبير نسبيا كبير ممكن الواحد يصغره في علاج كيماوي كبير في البدايه وزي ما قلت لك الكيماوي ممكن بين ترتيب الكيماوي والاشعه والراحه بيعتمد على الحاله والمرض علاج كيماوي الوقائي ده مهم جدا جدا يعني كل الناس اللي بياخدوا بيصوتوا بالشعر بيقع وقيل وتعب وجهاد مش عارف ايه وعندي مريضه ثانيه معلش هتقول شويه مريضه ثانيه بتطلع من عندي تقول تيجي تاني لو تلف تراك مش عارف 10 مرات ولا ايه انا لما الف انا مراتي خلاص مراتي بتفرحني قوي فبتيجي والله بتطلع من عندنا بتطلع تلف تراك بيعتمد طبعا يعني مش لازم اظلم حد هو بيعتمد على الشخصيه نفسها بيعتمد على التحمل السيئه انما العلاج الكيماوي الوقائي يعني لو خدنا مثلا قلت في البدايه او من شويه ان بمستكم لو ازاله الثدي بتاعت هولستر الشفاء بيوصل ل 70% في المرحله الاولى و 30% في الثدي وبعدين في الـ في الـ في الـ في الستينات تقريبا اكتشفنا لو واحد يعني في 30% عارفين يعني عندي 100 ست هشيل الثدي والراجل ما عملش حاجه 30 منهم كنت حاجه ثدي والمرض هينتشر طب ليه ما نكرهش الدواء يحميهم وده ممكن العلاج الكيميائي الوقائي وده اللي بيحصل النهارده. الدراسات بدات من سنه 1972 وماشيه زي الوقت. يعني هو نفس الفلس ونفس المبدا اللي مطبقه. الست بتيجي بعد الجراحه تاخد علاج كيميائي وقائي لان عارفين حتى دلوقتي اللي بنحاول نوصل له ان نوصل نسبه شفاء على الاقل في المرحله 100% وصلنا 98.2% المرحله الاولى اللي هي اقل من 1 سم. ليه ما تبقاش 100%؟ يعني لسه فاضل ولسه برضه شغالين عليهم، لان كل الدكاتره عاوزين يوصلوا لهم. المضاعفات طبعا زي ما اتكلمنا على الكيماوي بيشتغل ازاي قبل كده. مش عارفين دلوقتي اللي حصل مع ورم الثدي كذا حاجه حصلوا مع بعض، التشخيص المبكر، الفحص الدوري، استعمال العلاج الكيماوي الوقائي، السي تي سكان، الاشعه المخيه لغايه سنه 75، حاجات كتير جدا جدا اتطورت. فالفايده جت منين؟ يعني الستات استفادوا، خلينا استفاد الفايده جت منين؟ هل فالدراسه اتعملت واثبتت ان الفايده لو بصينا احنا ببساطه على الجراف الاحياء دي الستات مبينه بملخص التشخيص المبكر زائد العلاج الكيماوي الوقائي هو السبب الاثنين مع بعض. لان طبعا كل الستات دلوقتي انجلترا 60% من المرضى اللي بيقول لي عندك في عيادك أورام الثدي 60% مرحلة أولى. عيد المستقبل 60% مرحلة رابعة. أنت لما بصيت وعملتها قريب الحكاية دي نسبة شفاء المرحلة الأولى في الدنيا كلها ما بتختلفش. يعني السعودية كانت نسبة شفاء حوالي 95% يعني الفرق 1-2%. إنما المشكلة أغلبية المرضى عندنا مراحل متقدمة. ليه؟ مفيش فحص دوري، مفيش وعي، مفيش فحص ذاتي، مفيش تشخيص مبكر. ودي مهمه جدا جدا ويمكن اخر سلايد بقول يا جماعه الله يخليكم كلمه سريعه على العلاج الاشعاعي اللي كان قلت قبل كده علاج المستقبل دلوقتي احنا اكبر مركز علاج اشعاعي في الجمهوريه اكبر معهد اورام قبل روعه طبعا اكبر مقصر العين اكبر عين شمس اكبر حاجه احدث اجهزه في افريقيا والشرق الاوسط موجوده عندنا الجهاز ده لوحده بس بيتكلف 2.5 مليون يورو يعني حوالي 22 مليون جنيه وده كله جاه شكرا لاهل الخير في اسكندريه اساسا يعني نادر وجينا في اسم الله. علاج الاشعه اتطور زي الكيماوي ما اتطور الاشعه اتطور دلوقتي انا ممكن افصل الحقول بتاعتي بالشكل ده
بحيث اتفادى القلب من حته الحته الحمراء دي اللي تحتيها. كان عندنا مشكله كبيره جدا في وقت من الاوقات ان الشيء اللي عنده ورم في الناحيه الشمال بالذات لابد من التعرض للقلب للجزء من الاشعاع. وعرفنا على المدى الطويل بعد خلال 10 15 سنه بالاسرع اللي فعلا. فطبعا الاجهزه الحديثه دلوقتي التكنيك الجديد التقنيه الجديده حاجه اسمها الانتنستي موديل بنفصل شكل الحقل العلاجي على المنطقه اللي عايز اعالجها. فبنعمل اشعه قطعيه بالصدر الست بنشوف الحقل بنعلم الكمبيوتر مع الفيزيائي انا بس عاوز اعلم دي ومفضل ما تقربش دي وما تقربش دي. دي الانتنسيتي احنا اول مركز في مصر قدم الخدمه دي من 3 سنين مش 3 سنين ونص بالتحديد. دلوقتي 57 بدا يعملوا طبعا. وده التكنيك دي الصوره الحقيقيه المريض اتعالج عندنا في المستقبل هتلاقي الاشعاع في الحته دي عالي جدا جدا الحمراء وزيها واحده ده في الناحيه الثانيه كمان. فبالتكنيك الجديد ده اللي بيحصل. بنبص نلاقي الدوائر الحمراء دي تلاشت كلها وبالتالي كميه الاشعاع توزعت على الثدي كله وما بقاش زايده في حته عن حته. فالاشعاع اتقدم جدا جدا. انا قلت في الاول لما حطيت السلايد اللي كنا بنقول هذا السبب هو هذه الجراحه ما غيرتش. اوكي الست استفادت لما كنا بشيل الثدي كله من الجراحه التعويضيه شيل جزء من الثدي. لكن دي مش هتحسن نسبه الشفاء. الاشعاع الحاجه غريبه جدا جدا وقعدنا سنين مش عارفين ليه. عارفين هو بيقلل احتمال الارتداد ومع ذلك الست بيموت لان السبب الوفاه بتحصل من تقريبات العلاج نفسه. مع تطور التكنولوجيا طبعا ده اللي بيحصل دلوقتي. فالتكنيك ده بقى له بره مصر فوق 10 سنين واسباب فعلا ما بتاثرش على قلبه خالص. وبالتالي الاشعاع دلوقتي اتقدم وما بيتعبش الستات. بعض الستات وبيعتمد على السن بعض اورام الثدي في حاجه اسمها مستقبلات الهرمونات اللي هي الايستروجين ريسبتورز والبروجستيرون ريسبتورز. دي عباره عن حاجه على سطح الخليه ببساطه جدا بتمتص الهرمونات بالدم اللي هي بتغذي الخليه السرطانيه. انا لو امنع التغذيه انها توصل لداخل الخليه الخليه هتموت. ففي ادويه دلوقتي عندنا بتعمل الشغلانه دي بتيجي بتسد الفجوات الفتحات اللي على سطح الخليه سدها خالص بتمنع وصول التغذيه الخليه والهرمون. ده العلاج الهرموني. اختبار بسيط جدا في المعمل بعد ما اشيل الورم بتاع التحليل بيقول لي اذا كان فيها الهرمون ريسبتور بوزيتيف او مستقبلات الهرمونات ايجابيه او سلبيه. لو ايجابيه نديله علاج يعمل الشغلانه دي. احنا لو وصلنا نسميه علاج هرمونات هو ما هوش هرمونات خالص. بس مش عارف اسميه ايه طبعا هو علاج بيمنع وصول الهرمونات للخليه. ودي عباره عن حبايه في اليوم. وضعفتها لا شيء صفر دي مش علاج كيماوي بقى بتقع شعر ولا بتاع التنقص في مره التنقص في مره بس دي المفروض كل فتره بيجي لدكتور الناس عشان تديك جدار المغطى لا عليك هو طبعا مفيش حاجه في الدنيا ببلاش حتى الاسبرين ممكن اعمل في الحلقه في المعده 3 من كل 10000 مريضه ممكن يجي لهم ورم في الرحم نفسه هو بيحصل ايه زي ما قلت قبل كده اورام الرحم دي بتخلي عاليه جدا لان بتدينا انذارات مبكره انذار مبكر فبنجي الست بقول لها بص لما تعمل الحبايه دي هيجي لك نوع من الافرازات طول الافراز ما نضيف وكلير مش متعكر ولا حاجه ما تقلقش منه خالص وبيروح وبعد كده لو حصل في المستقبل ان الافرازات لونها اتغير بقى لونها بمبي او في دم وقفت حبوب وتعلمنا على طول بنعمل لها حاجه موجات صوتيه من المهبل بنشوف سمك جدار سمك الغشاء المغطي بترحم قد ايه. لو زايد طبعا بتروح للدكتور الدكتور غاده بتعمل كحك اولا نشوف اذا كان في ورم لكن الاغلبيه العظمى بيكون عندهم بس تضخم في جدار الرحم كله. الخبر اللي انت ما تعرفوش طبعا التنقص اللي كنا بنقول للناس على الحقول لمده 5 سنين بس دراسات اثبتت ان 10 سنين احسن من 5 سنين. اذا عرفت في مرض من غير في مرض انا في مرض انت بدات في مرض طبعا في بعض الحالات وانا ببص على في فرق في الايستري بروجستر ريسبتورز لو الاي ار بوزيتيف والبي ار نيجاتيف في مرض احسن لو ايه من حضرتك؟ لو الاي ار ايستري بوزيتيف والبي ار نيجاتيف في مرض احسن بس الاغلبيه كل الاي ار والبي ار الاثنين بوزيتيف طيب التنقص على طول كنا بنقول لعيان 5 سنين دلوقتي لقينا دراسات اللي حصل الدراسه اتعملت 5 سنين بعض المرضى رفضوا يبطلوا وخافوا وتراجع المرض اللي لمس الناس احسن فالكلام دلوقتي كل الستات 10 سنين دلوقتي. طبعا لما نقرر مين حق الكيماوي ومين حق الحاجات دي بنبص على كذا كذا عام اهم حاجه طبعا عدد الغدد اللي فوق المصابه
حجم الورم، حجم الورم طبعا معروف في اربع مراحل. نوعيه الورم، نوعيه الورم اللي يعني هو نوع بطيء جدا جدا ونوع نشيط وخبيث، دي بنقسمها لثلاث جريد، درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه. فلو هي جريد 2 مثلا اللي هي المتوسطه، دي معناها المرض مش نشيط والاولى ما يستعجلش عليها. مستقبلات الهرمونات مهمه جدا اللي بتمكنني اني اقدم علاج اضافي للمريض. السن مهم جدا جدا. السن مهم. نسبه احتمال ارتداد في الصغيرين اللي تحت 40 سنه اعلى من الستات الكبار اللي هم فوق 60 سنه. علاج المواجهه دي حاجه بقى، حاجه زي ما كاتب هو اللي عباره عن ابره تكلف 22,000 جنيه. ودي واحده كل ثلاث اسابيع بين 17 و18 ابره في السنه. اضرب بقى في بتكشر حوالي 400,000 جنيه في السنه. الفايده بتاعته بلا شك مهمه وفي فايده. انا بنتكلم على 3-4% زياده. دلوقتي بالنسبه لمركز خيري هنعالج مرضى اكتر ولا نزود احتمال الشفاء في المريض 3-4%؟ نعالج مرضى اكتر طبعا. انجلترا طبعا ما فيش حاجه اسمها فلوس. العلاج ده هيفيد ان شاء الله 0.5% من العيانين لا تجيبه. بس في حالات حالات بلدنا هنا مش ممكن. وطبعا ده كله العلاج كله بلاش. خاصة حاجة لسه شفتها من كنت في أمريكا في أكبر مؤتمر أرامسيجي في العالم مرة في السنة، ثاني يوم أربع بيبدأ ثاني مرة في شهر السنة كل سنة في سان أنطونيو في تكساس. تمكنوا إنهم يربطوا دواء كيماوي بالعلاج المواجهي. والميزة بقى الواحد كده متأكد ان الكيماء ده هيروح بخلايا سرطانيه بس اللي فيها المستقبلات بتاعت السلكتيف فيري سلكتيف. فبالتالي والنتائج رهيبه، النتائج حلوه جدا، احسن 60 مره. للاسف بس الله اعلم سعر حلمك كام؟ سعر حلمك والله انا بنحاول نجيبه مريضه مجنونه عندنا بنحاول نجيبه. ان شاء الله. زي ما قلنا قبل كده هو لو بصينا بالرغم من دي البلاد بين حاجتين الزياده المستمره في نسبه سرطان الثدي بالرغم من الشفاء او الوفاه من سرطان الثدي ثابته ما بتتغيرش. ودي معناها ان طبعا العلاج اتحسن. يعني لو النسبه بتزيد ونسبه الوفيات بتبقى نفسي طبعا نفسي ان شاء الله بالرغم من الزياده دي اشوف. ودي فعلا بدات تنزل مؤخرا، بدات تنزل مؤخرا في نسبه الشفاء. الموضة الجديدة حاجة دلوقتي أحدث حاجة اسمها الأوكو طيب، ده اختبار بيتعمل على الورم نفسه. للأسف بنشوف دلوقتي ممكن لو درسنا الجينات بتاعة الورم نفسها ممكن أقول لك أنا ممكن نقول المريض ده هيخف ولا لأ، ممكن نقول المريض ده محتاج لأنه دواء. وبعدين طبعا الاستجابة للعلاج الفني احنا شكله إيه. وطبعا بتعرف على هدف العلاج البروجنوزيس طبعا بتاع العيان هيحصل له ايه. الامريكان نفسهم اشتكوا التحليل بس اللي كلف 3,400 دولار. في مصر في شركه بتعمله اللي هو بيبعتوا له امريكا بياخد 5,000 دولار او ما يساوي 5,000 دولار. يعني طبعا ده العلم ده صح. يعني بدل ما انا بندي مضاد حيوي يغطي كل الجراثيم اللي في الجسم، لا هندي مضاد حيوي زي ما بنعمل مزرعه مثلا للبساط او للبول حوالي في الجرثومه الفلانيه يديهم مضاد حيوي الفلاني. نفس الوضع بتحليل الجينات بس للاسف يعني حتى لما كان بلاش من العلاج التحليل بس يعني 4,000 بنتكلم على خمس حوالي 40,000 تحليل زي التحليل التحليل بس بس ماشيين بالاتجاه ده. ازاي نحمي نفسنا من الاوراق؟ في ناس مش هيحبوا طبعا السلايد ده. ازاي نحمي نفسنا من اوراق الثدي؟ قلنا الرضاعه مهمه جدا. بلا شك الرياضه. الوزن المثالي كان زمان مثلا اقول لك انت تقول لك 160 خلاص يبقى وزنك 60 كيلو. لا دي ما فيش حاجه، في حاجه اسمها بودي ماس اندكس. دلوقتي بنعمل ايه؟ بنقسم وزن الشخص بمسطح بالمتر. يعني انا مثلا عارف مسطح المتر بتاعي هو 1.6. فلو قسمت وزني اللي هو سر طبعا على المسطح بتاعي هنطلع ان انا وزن كتير. في علاقه وطيده بين البودي ماس اندكس او الوزن السيئه ونسبه الاصابه بالسرطان. اهم حاجه يمكن اهم حاجه واحدث حاجه الوقايه الدوائيه. دلوقتي انا لو عندي 61 لما هنتكلم عن عامل وراثي خلينا نتكلم عليه بعدين مش مهم. كثره الانجاب مهمه جدا. الست بتخلف عيل بتاخد حمايه من اللي ما عندهاش عيال، اللي عندها اربعه بتحمايه اكتر من عندها عيل واحد بس.
الحمل المبكر اتكلمنا عليه، الجراحه الوقائيه كنا سمعنا على اسماعيل الممثله جولي جولين شال الزجاج من ناحيه الاثنين، ودي برضه لها علاقه بالوراثه هنتكلم عليها. ارام الثدي الوراثيه ما بتزيدش عن 5%، يعني بتجي لك 100 ست في العياده هتبص تلاقي اختها جالها وامها جالها خالتها جالها. الملحوظه دي على فكره موجوده في البيت في المجال الطبي عندنا من سنه 1730، كان واحد دكتور جراح فرنسي وصف مراته واختها وامها وخالتها وجدتها من ناحيه امها كلهم على مستوى فرنسي. فالراجل قال ده في عامل وراثي. انا في انجلترا سنه 80 قبل ما اكتشف العلاقه الوراثيه بتحليل الدم اللي انا بتكلم عليها دلوقتي، كان في علاج عياده اسمها عياده الاورام الثدي العائليه، وكان في دكتور اسمه بروس فيلبرت. بروس كان عنده جدول كان يسال العيان، امك عندها ورم في الثدي تاخد 5 نقط، واختك عندها ورم خمس في الثدي تاخد 4 نقط وهكذا، وبعدين في الاخر بيجمع النقط دي ويقول لهم انت احتمال اصابتك 70%، انت احتمال اصابتك كذا. دول ستات مش بس كل واحده مثلا امها جالها او اختها جالها خافت وجت العياده. دلوقتي عمتها قول ناحيه الام بتبقى اكتر ناحيه الاب البروستاتا والميلبرست كانسر بس الام. طب وتبدا تكشف من سن كام؟ تبدا تكشف من سن كام؟ على يعني انا عامل الوراثي نفترض العامل الوراثي العامل الوراثي الكلام ده صح يعني بس كل عندها تبدا تكشف. هو طبعا اذا قلنا 95% احتمال ان امها ما كانش عندها عامل وراثي مظبوط؟ دلوقتي كل ست فيها جين بيحميها من سرطان الثدي. لو حصل خلل في الجين ده، وده خلل في الجين، الست بتفقد الحمايه وبالتالي احتمال اصابتها بتزيد. مظبوط؟ للاسف الجين ده من نوع الوارث، هو في نوع حاجه اسمها سبورادك وحاجه حاجه الوارث، بس اللي بيحصل ايه؟ بص تلاقي فجاه الست جالها التغير في الجينات دي وهي ما حستش بيه. هي ممكن ما جالهاش سرطان ثدي وكنت بتورث اللي بتاعها. بمعنى اصح البنت هتبقى مولوده بيبي لسه عمرها يوم وعندها جين في جسمها. بالتالي الواحد لو في جسم في جين غلط في جسمه لو قعد 20 25 سنه هيجيله سرطان. لذلك كل سرطانات الثدي الوراثيه بنات 18 اصغر واحده شفتها في حياتي 14 سنه. ليه؟ شايله جين غلط في جسمها. 20 سنه فتره طويله جدا. فلذلك سن الام مهم جدا. لو امك لو مريضه داخلي عندها 34 سنه، لا ترى اي ست عندها سرطان ثدي اقل من 34 سنه بيعمل لها اختبار الجينات اللي هو دول بيسموه بي ار سي 1 بي ار سي 2. اقل من كام سنه؟ 35. دي بتعمل تحليل سواء في تاريخ مرضي في العائله ولا ما فيش. والمواقف في السر في انجلند المواقف في السر في السنتين كانت في الفاميلي. سؤال مهم جدا جدا. اتكلمنا على خطر الاشعاع الثدي. بس عندنا بديل كويس جدا ما فيهوش اشعاع اللي هو الرنين ليبر. فالفاميليال فولو اب او سسبشن الفاميليال بالنسبه للرنين لحد سن 5 سن كام؟ مكتمل الطفل صغير مش حاصل على ساكنها، الرنين ما فيهوش اشعاع. الرنين ما فيهوش اشعاع. ما موجود في الكتاب من سن كام؟ الموجود في الكتاب في انجلترا بنبدا من 50 ل 70. لا في الفاميلي هيستوري. الفاميلي 5 سنين اصغر من الام. 5 سنين لو الام اتصابت 50 سنه البنت بتبتدي من 45 سنه. مظبوط. ولو هي اقل من 40 سنه ما عرضهاش للمولات. لان المهم جدا جدا حتى اللي عندهم الخلل في الجين ده نسبه الاصابه بس 70% ما هيش 100%. يعني في 30% منهم ما بيجيلهمش. السرطان اكثر الامراض المزمنه شفاء. مين يعرف مرض مزمن بيشفى؟ سكر؟ لا ضغط؟ مين يعرف؟ مرض مزمن في شفاء. مرض مزمن في شفاء؟ سكر؟ لا ضغط؟ القلب امراض القلب؟ لا ولا لسه طويله جدا. على الاقل احنا عندنا 60% حسب الشفاء 60% من السرطانات. اللي بالنسبه للشفاء يعني؟ شفاء يعني شفاء. نسبه زي ما قررت اكثر مره التشخيص المبكر مهم جدا جدا، والفرق بين المرحله الاولى والرابعه وقت. يعني المرحله الرابعه نسبه الشفاء فيها اقل من 10%. تقريبا الوقت اللي المرحله بتحول المرض من المرحله الاولى للمرحله انا عارفه طبعا اخد التايب في كانسر اونكولوجي، لكن تتكلم في كارسينوما مثلا اللي هو نوع التنصر هو اللي بيبقى في وقت الحرب المرحله الرابعه. واحده الدراسات اللي عملتها وكانت مفيده جدا وتمكنت اعملها المستشفى اللي بشتغل فيها في لندن اكبر مستشفى في اوروبا كلها،
1750 وارتفاع مستشفى كذا. فطبعا جبنا الاشعاعات مع الستات اللي عندهم انتشار في الرئه قبل الكيماوي بدا سنه 1942 بالتحديد، الاشعاع قديم شويه بس التصنيفات الرئه ما فيش ليه علاج طبعا او انتشار في الرئه شويه. وقسنا الوقت جابت قد ايه الورم بيتضاعف في الحجم، عشان الورم بيتضاعف في الحجم كان اقل حاجه 90 يوم لحد 94 يوم. يعني يتضاعف، لكن لما اقول بالمرحله الاولى المرحله الرابعه تاخد ايرس مش كده؟ انت عارف اللي بيحصل الكيرف بيسموها سيجمويد كيرف بيطلع بالشكل ده، بيبقى خلايا في خلايتين مش هنحس بيهم، 2 ل 4 مش هنحس بيهم، 4 ل 8 8 8 ل 16 16 32 64 تحس بيهم. تاو ما الخليه تاو ما يوصل ل 10 مليون خليه بيبقى حجم 1 مللي، ودي الحاجات اللي بتبان بس ما بتحسش. فصعب جدا يعني الستات او المرضى بتيجي تقول لك طب الورم بدا يجي عندي، صعب جدا عشان اعرف حسيبه اقيسه النهارده حسيبه واحطه على اسم الرياضي بتاع. بس يعني المقوله اللي بتقول لما انا لما الست تيجي تكشف على نسائها وتحس بالورم الصغير مثلا، يبقى فعلا 5 years before started with mammography كان بي appearing في mammography، ممكن يكون اكتر كمان، اكتر من ممكن يكون اكتر كمان. كلمة أخيرة على العيادة المستقبل، زي ما شايفين نسبة زيادة المرضى عندنا بتزيد حوالي تقريبا 15 20 في السنة. السنة اللي فاتت يا دوبك أظن وصلنا بالتحديد 3446. النهارده الحصول اللي عشنا امبارح عدينا ال 3600 السنة إن شاء الله، يعني 5600 يا ترى دي عشان ناخد سلايد حوالين النهارده بالنسبه للسرطان الثدي. شفت على المعلومات العظيمه بتاعت حضرتك اللي بتقولي نفتح الاسئله واحده واحده كده، احنا متعودين في ندوات لجنه المراه بتتقسم لجزئين، الجزء الاول التوك او المحاضره بتاعت الاستاذ بتاعنا، والجزء الثاني هو الاسئله نرد عليها واحده واحده مع بعض. نبتدي باول سؤال. انا اسال انا سالت السؤال ده على فكره والله. عندنا لما تيجي الام مخضوضه وجايبه بنتها معاها وتقول لها يعني اعرف حاجه امبارح انا عندي وانا خفيت منه بس بنتي عايزه طمع على بنتي، وكانت دخلي مثلا بنتي بقى كانت سنها 14 سنه، فبتبقى فرصه كويسه عشان حاجتين، علشان اول حاجه اعرفها بالمرض واطمنها، وفعلا زي ما الدكتور بيقول ان انا ستارت اعمل السونار. فدايما احنا بنقول ان احنا دكاتره النساء زي ما بنعمل سونار على الرحم وكده نبتدي نتعود، في جزء كبير جدا نتعود ان احنا سونار على الثدي، اللي ما يعرفش يبعث سونار. ده السن، عشان كده بسال دكتور عاصم، هل السن 40 سنه تستارت ماموجرافي؟ انا كنت فاكره 30، لكن 30 برضه لا 40، ايدي 40 الماموجرافي. المعلومه الجديده اللي هقولها لحالاتي الجميله اللي خدتها من دكتور عاصم النهارده، ان لو الام جات لها سن مثلا سي 50 سنه يبقى اقول لها العمل الوراثي من 5 ل 10%، واقول لها انت 5 years less يعني 5 سنوات اقل لو انت جات لي 50، لو بنتك هيجي لها دي نسبه ضعيفه يبقى سنها 45. طب شو تستارت او هتبتدي ان تعمل فحوصات قبل كده؟ اقول لها تبتدي تعمل سونار، في ما اقولهاش اصبري 45 بعد اذن حضرتك، انا اقول لها لان بيحصل ان في تغييرات هرمونيه في وقت الدوره ووقت التطبيق، فالست بتيجي منزعجه انا سدي بيوجعني انا بتخبط فيه بيوجعني، اقول لها واحد ولا اثنين؟ تقول لي الاثنين بس هو ده اكتر من الثاني.
كويس ان هو يجي يقول لي كده. اولا تبقى دي التغيرات الهرمونيه بتاعه الدوره وبتاعه وقت التبويض، لكن كويس ان انا افتح لها فايل قدامي عندها ان اكشف عليها، ان اعلمها ازاي تكشف على نفسها، ان افهمها ان لازم تعمل الماموجرافي ده لو ست فوق 35 سنه او 30 سنه، ان تعمل الماموجرافي والسونار. دلوقتي على طول في اي قسم اشعه بيعملوا الاشعه الماموجرافي اشعه السد بلس السونار، وافهمها ان دي حاجه ودي حاجه ثانيه، وافهمها ان حاجه زي دي سنويا. لكن لما بتبقى في انجلند كل سنتين او كل ثلاث سنوات دي في مساله انشورنس وايز، يعني بتبقى التامين الصحي مش مسموح لهم ماديا غير السكر ده. لكن اونستلي كل سنه المفروض تعمل، واحنا ممكن كل سنه تعملها. كنا في لجنه بعد اذن حضرتك لجنه المراه من الدوره بتاعتنا الجديده، احنا كنا عاملين في كانت مركز سودان مبارك دلوقتي مركز الاسكندريه الاقليمي، عاملين زي ما تقول يعني تعاقد معاهم ان عضوات نادي سبورتنج بيروحوا مركز الاسكندريه الاقليمي اللي هو كان سوزان مبارك اللي هو على البحر، ان هو بيعملوا اشعه للثدي وبيعملوا له كشف الاشعه الثدي وبيعملوا سونار على الرحم ومسحه عنق رحم وتحليلات زي الكوليسترول والترايجلسترايد وكده، فواخدين باكج كويس جدا. وممكن والكلام ده احنا بقى لنا قد ايه؟ بقى لنا داخلين في 8 سنين والسعر مخفض جدا جدا. اتصلوا بينا بتروحي بكارنيه سبورتنج بتبلغينا في اللجنه واحنا بناخد لك ميعاد وتروحي على طول. وحتى لو مش هتبلغينا وانت دلوقتي احنا ممكن تطلعي بكارنيه سبورتنج دي في مركز الاستشاري الاقليمي عند مدام نيفين هناك، او تبلغينا واحنا بناخد لك ميعاد ونوثق لك بالبلاغ ونتصل بيهم نقول لهم فلانه عضو نادي سبورتنج جايه وهتعمل الفحوصات كلها. الفحوصات دي بره بتوصل ل 700 وشويه، احنا تقريبا بتوصل ل 250. تحليلات دم، مسحه عنق رحم، سونار للرحم والماموجرافي، سوري نسيت اقول لكم، وكثافه العظام هو التنسومتري. فدي احنا دي من اهم النشاطات اللي احنا ابتدينا يعني بيها في اللجنه الحاليه في الدوره الحاليه بتاعت المراه. طب اسال سؤال تاني، اتفضل. هل العلاج الكيماوي بيسبب في بعض الاحيان نزيف؟ لان في مرضى بيجي لهم. ايوه. انا خلاص بنتج ثلاث اشهر من الخلايا كل ده متحمل وبيض وصهاير. عشان كده لازم تعمل تحليل دم قبل الكيماوي بيوم ولا يومين، نتاكد ان الدم كله طالع بيعمل نزيف في بعض الحالات تماما. ايه الجديد يا دكتور؟ حضرتك راجع لسه من المؤتمر. ايه الجديد في العلاج الكيماوي للكانسر بلاست؟ هو الجديد بالمؤتمر كله تقريبا تلتين المحاضرات او البيبرز الحاجات الحسابات بتاعتنا كلها بدانا نمشي بعيد قوي قوي باتجاه مختلف جدا. في دكتور اسمه حسن كامل عوض الله يرحمه، اللي هو استاذ الراجل ده كان سنه 68 دخلت اللي كنت نايم في الكليه 68 ومعيد سنه 70 سنه 68 كان بيتكلم عن اللي بيعمله دلوقتي. وادينا اعطانا رساله غريبه جدا جدا، بيقول لك دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ عندك حنفيه بخور وحب مسدود والارض مليانه ميه، كل اللي بنعمله بنشف الارض بس كل اللي بنعمله دلوقتي. فبقول لك يا اما صلاح الحنفيه معناها توقفي نمو الخلايا، يا اما تسلكي الحوض او تقلب جسمك خالص بالخلايا نفسها. والله كان بيتكلم على كلام من سنه 68. فالاتجاه دلوقتي الحديث كله يعني من حوالي تقريبا 10 يمكن او يمكن اكثر 12 سنه مثلا بدانا الاتجاه ده. دلوقتي عرفنا دلوقتي اي حاجه بتعمل الطفل لما حضرتك عارفه طبعا البويضه المفصله لما تلزق في دار البحر ربنا بيخلقها للنشيمه وبعدين بتكبر عشان تغذي الطفل ساعتها، يعني محتاج لاوعيه دمويه، محتاج حاجه توصل له الدم. نفس الحكايه في الاورام السرطانيه محتاجه الاوعيه دي تغذيها. فدلوقتي عندنا ادويه جديده، ادويه حديثه بنستعملها في المستقبل العلمي اللي بيقدروا يظهروا عليها. بتمنع تكوين اوعيه دمويه للغذاء المرض. فدي طريقه، اللي هي الفاسترايزيشن ودي جابت نتائج كويسه جدا في القولون بالذات، بالذات يعني الادويه دي موجوده ان هي بتحس انها تمنع الغذاء اللي وصل للخليه الخارجيه. طب وتسليك الحوض ده اللي هو ازاي بقى؟ تسليك الحوض في حاجه ثانيه كمان بالنسبه للحنفيه. لقينا في حاجه اسمها هيومن جروث فاكتور، هيومن جروث فاكتور. دي حاجه ماده
خلايا الدم بتشجع او بتنشط انقسام الخلايا. انقسام الخلايا الخبيثه مش سليمه. الخبيثه مش سليمه. ودي بتجيب من حاجه اللي الدواء اللي بتكلم عليه العلاج المواجه ده اللي بيتكلم حوالي 400 مليون في السنه. دي برضه اتجاه تاني. ميزه ده ما بيأثرش على حاجه تاني خالص. يعني ده ملوش اي مضاعفات كده. الستات اللي بياخدوا هيرسبتين الدواء اللي اسمه ترستوزومان او هيرسبتين. ده بيعمل ايه بالظبط؟ بيعمل ايه في الخليه نفسها؟ بيوقف نموها. يا اما احنا يا اما نوقف يعني الدوايين الجداد، يا اما نوقف تكاثر الخليه، يا اما نوقف الدم اللي رايح للسيل. التغذيه على الخليه مظبوط. فكل اتجاه ماشي الحته دي. للاسف الادويه اللي الحاجات دي كلها اسعارها قليله. ما اظنش هنقدر عليها بعد كمان 10 سنين ولا بتاع. طب والحوض بقى؟ حكايه السلم الحوض لسه اسمه مش تغذيه بصراحه. اللي هو الجسم يتخلص من الخلايا الخبيثه اللي هي اوريدي تعبانه. والله ممكن تفكري فيها من حكايه دلوقتي الحاجه اللي حصلت. يمكن اول حاله شافت من الايدز العيان خد بوم مارك ترانسبلانت. يعني اللي حصلت بالصدفه. العيان جاله واظن كرونيك مايل كيما شاب صغير. الايدز اختفى. احنا كنا في لجنه المراه عاملين ندوه على الخلايا الجذعيه وزرع الخلايا الجذعيه. وذكرنا فوق 80 مرض الخلايا الجذعيه. لكن بصراحه احنا اول مره اعرف ان مرض الايدز طب ما هو حضرتك لما هتقول لي الحوض طب ما كان هو اللي قتل الخلايا الخبيثه. طب ما احنا بنقتلها بالكيماوي مش عارف من المضاعفات. هنتكلم ازاي نقتلها من غير ما يعني التشخيص المبكر من الاخر هيبقى اسهل ارخص واحسن نفسيا وماديا وكل حاجه. نسال ايه تاني؟ اتفضلي. كنت عايزه اسال حضرتك هل مرض السرطان اللي هو بيجي على مبيض مثلا من المبيضين الورم الخبيث ومفيش وراثه يعني هل ده بيكون نتيجه تعرض لضغوط نفسيه او يعني الست دي كانت اندر ستريس جامد قوي؟ هديك اجابه غير كمان هقول لك ايه ولا لا؟ لا ليه؟ لان طبعا الدراسات اتعملت اولا الضغوط النفسيه وضغوط الحياه والمشاكل بتاعتنا كلها مفيش حد بيشغلها. وبعدين ما بنشوفش حاجه موازي من السرطانات. طيب ايوه بقى ليه؟ ايوه عندنا عيال كتير جدا كنت غدا شايف حاجه كده ما اعرفش شايفها ولا لا بس عيال عنده مثلا سرطان في الابيض وماشي زي الفل. فجاه لا قدر الله جوزها مات او ضارب وفلس او بتاع مش عارف ايه مثل المرض دي كلنا بنشوفها. دكتور هي ليها علاقه مش بالستريس. هقول لحضرتك حاجه هي فيها علاقه غير مباشره. ازاي؟ الاستريس او الضغوط النفسيه بتقلل مناعتك. ايوه لما بتقلل المناعه بينشط المرض ايا كان. لان كل انسان عنده خلايا سرطانيه. مظبوط مش كده؟ بالظبط. ولما نيجي نبسط موضوع المناعه نقول لك ان احنا عندنا خلايا جيش دفاع ويعني لو اي في خلايا مريضه بيبقى في خلايا الدفاع عليها فلما مناعتك بتقل نتيجه الاستريس نتيجه اي حاجه دي بيحصل خلل في جهاز المناعه ممكن يبقى المرض زي ما الدكتور بيقول لحضرتك ان لما زوجها توفى. لكن عايز اقولها سريعا ان سرطانات او اورام النبايض دي يعني من ابشع السرطانات وفي نفس الوقت سهل جدا في التشيك اب اللي زي ما بتعمليه في الماموجرافي بتعمليه في السونار العادي. سرطان جسم الرحم اللي هو اليوترس جسم الرحم سهل بيديني انذار على طول. تيجي تقول لي نزيف اجي بسرعه سهل السونار في عيادتنا كلنا بنقيس بطانه الرحم ندي نشوف لو البطانه زاد على اللزوم في سن معين نعمل كحت وعينه على طول. لكن فهي بتديني انذار على طول. لكن ما بيدينيش انذار وممكن ست تيجي في مرحله متقدمه هو سرطان المبايض. ودي عشان كده بنقول من الحاجات اللي تشيك اب عليها كم ست حاجات نعمل تشيك اب عليها هو السونار. لما تيجي تقول لي انا الحته دي بتوجعني ممكن اديها عليك ممكن اكشف بايديا واقول مثلا التهاب في المبيض. طب ايه المشكله لما احط السونار واطمن بالمره ليا انا على المبايض بالمره وهي جايه تعمل اي حاجه ثانيه؟ ايوه بس جايه تتعالج بالالتهابات موست بروبلي او غالبا الالتهابات لما تيجي ست في التهابات عاديه بكشف عن التهابات وخلاص. لو مجرد قالت لي في وجع في الحته دي وانا سوداني جنبي جاهز اعمل تشيك اب ليها
علشان حتى لو لقيت بويضه فيسيولوجي اللي هو الكيس الفيسيولوجي ده رد سحب خفيف هيروح ابص عليك. لا بس احيانا بيبقى عالق بميديا من الميديابين ما بتحسش المريضه بيه الا لما بتلاقي بطنها كبرت. بعشرة علينا كلنا وعليكي سرطان الابيض بتيجي تشتغل تشتري تشتكي من الام في البطن والمعده. لا احيانا ما فيش خالص. ما انا بقول لك المقدمه بتيجي دكتور البطن هو اللي بيحولها لنا. ايوه علشان ما بتديش اي اعراض نسائيه. ايوه فبتيجي بشكوى في المعده او بنيجي نبص هي تيجي تقول انا بطني عليت. ما هي عيني دي حضرتك ما بتجي لنا احنا الاول. انا اكتشفتها بالصدفه يا دكتور نزار اكشف. لكن عيني دي حاضر عيني دي الدكتور البطل بيحولها. يعني دي معناها انها باديه من زمان جدا او رمل او بوايض. يعني باديه من 20 سنه على حسب نوع سرطان الابيض. اتفضلي حضرتك. سؤال الدكتور اتفضلي. حضرتك قلت الاينشتاين غلط ربطته حضرتك مع الكانسر في ايه بقى؟ مع الكانسر بيسبب ايه سببه؟ هو بيسبب الفيروس كان الفيروس بيخش جوه الخلايا نفسها. ايوه زي الاتش اي في ونفس الحكايه بيخش جوه الخلايا نفسها وبيغير الجينات بتاعتها. فالعارف الجينات اللي بتدافع او بتمنع تطور تحول خلايا خلايا سرطانيه بيدمرها. ودي بتشوفها كتير جدا في الراس والرقبه. اللي عنده في التحليل كلنا عندنا بالمناسبه كلنا عندنا. لا هو ده اكيد هيحل زمان حاجه زي الحصبه بتاع بتاخد منه مناعه بس الدم بيفضل بوست طول عمره. اتفضلي. في ادويه معينه يا دكتور بتأدي للسرطان خصوصا اللي فيها هرمونات؟ هو طبعا غير الهرمون اللي اول زي ما اتكلمنا على حكومه طبعا اي حاجه وزاره الحاجه اللي دايما بشد العالم وفي عناره دي الله يخليك لو رحت لاي دكتور كتب لك دواء اتاكدي ان ما فيهوش هرمونات. اذا قلنا ضرر اسف فتره التعرض الثاني لهرمونات مضاده. اكثر من 5 سنين يعني انا مش عارفه والله الموضوع اللي فيه شعار اوفر 5 سنين. لو باين الفرق في اول سنه على فكره. يعني من اول سنه في الاستاذ كان مدير وان ستادي باين من اول سنه. طب ممكن اساله سؤال علمي بقى الابيض. احنا عايزين نسال بقى الابيض. اتفضلي حضرتك. احنا عايزين نسال. اتفضلي حضرتك. في واحدة في الميد الحياة لسه عارفة قريب إن هي عندها ستيج 1 لكن عندها مضاعفات أخرى مش عارفة يعني بروبلمز ثانية صحية. قالوا لها ليف بقى ذيس كانسر أسايد وخليه يعني ممكن نستنى عليه شوية. هل ده مظبوط الكلام ده ولا المفروض ستيج 1 يتعالج فورا عشان ما يوصلش ل 2؟ وإيه الفترة الزمنية اللي يعني تبقى سيف من ستيج 1 ل 2 حاجه في الليمفوم. طب حضرتك عندك الليمفوم ايه الحاجات اللي المضاعفات اللي عندها يعني ايه الامراض الثانيه؟ لا حاجات ثانيه تكسير وحاجات ثانيه مالهاش دعوه. بص يا شيخ صالح عندنا كل عضو في الجسم فيه ورم حميد وورم خبيث مظبوط؟ يعني مثلا في العظم هيقول لك اوستيوما واوستيوساركوما كويس؟ العظم مثلا لايو ايوما ولايو مايو ساركوما ما عدا الليمفوما ما عندناش ورم حميد في الليمفوما. لذلك في نوع معين اللي بيسموه سمول سيل نودلر تي سيل لينفوما. ده انا شخصيا مش انا اشتغل كتير كتير جدا من الاساتذه بيعتبروه هو ذيس از ذا بناين فورم اوف لينفوما. فهو اكيد هيقدر يقول لك عليها حاجه اسمها ليمفوسيتك سمول سيل ليمفوسيتك نودلر لينفوما. دي عمر ما حنسى وانا بحضر الامتحان الزمان في انجلترا الاستاذ بتاع العزائم كان راجل كبير جدا كان اكبر واحد بتاع الكولج في الدنيا كان اسمه ماني ليلما. لداني اللي يخش حضرت الحالات كلها الحياة صعبه ولا يخش ابحث على الراجل تعالى هتعمل ايه؟ دخلت قال لي خش افحص رقبه الراجل ده وما تكلمش. قلت طيب دخلت فحصت لقيت الراجل عنده كالكوعه هنا فوق القوه تمام بتوجع قال لي ما تكلموش. فكشفت لقيت قلت له لقيت كذا 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 حمى كذا وما بيتحركش مش عارف ايه وجلد. قال لي طيب هتعملوا ايه؟ قلت له اول حاجه نعملها ناخد عينه. قال لي ادي العينه.
بصيت لقيت الورقه خدتها قديمه تاني تاني اسمه تاني حته الفنان. لقيت العينه بيوصف اللي بقول لك عليه دلوقتي كويس. فقال لي طيب هتعملوا ايه؟ انا بقى طبعا لسه حاضر الدكتوراه فهنعمل كذا وكذا وكذا وكذا. طيب فبقى اسال يا استاذ فلان انا شفتك اول مره قال له من 22 سنه وسام وهو اللي هو اللي هو كان اول ناس سمعت كلمه ان في حالات ممكن تستمح لي دي اللي هو بالذات دي الحاله الوحيده اللي يمكن في الاورام كلها حاجه حاجه ولا حاجه ممكن تستنى شويه مش كانسر بس لا بريس لا ايه تاني؟ خلاص خلاص تمام. اتفضلي. دكتور يعني مثلا نفترض واحده طلعت حج او واحده طلعت عمره واخدت الدواء علشان مش هرمونات تعويضيه، تاخير الدوره دي للصيام او لحجه وعمره دي مش هرمونات تعويضيه، احنا بنتكلم على حاجه ثانيه. هرمونات تعويضيه اللي الدكتور عاصم بيتكلم عليها هي الهرمونات بعد ما الست تنقطع الدوره بتاعتها، يعني المصنع بتاعها يبطل ينتج هرمونات الانوثه اللي هو الاستروجين. بعد كده الست بتحس بالام زي الفوران والبوخه زي التعب بنسميها هوت فلاش، زي ما تعب في العظم زي ما ال ال الكثافه عظامها بتقل زي ما تركيزها زي عصبيه في حاجات كتير يعني ما بتاثرش ما فدي دي هندي فيها الجدل ان ناخدها ولا ناخدهاش ولا ناخدها ناخدها قد ايه والمده قد ايه. دكتور عاصم النهارده منع حاجه زي دي. لكن البروجسترون او اللي هو الندين لتاكير الدوره في الحجم والعمره ده ملوش علاقه خالص بالعلاج الطبيعي. بالعكس ده احنا بنديه كمان لستات كتير لما يبقى عندهم اضطرابات في اضطرابات في الرحم زي نزيف في الرحم بنديه هو هو نفس الدواء بنكتبه في حاجات ثانيه وبنكتبه كمان في الخصوبه عندنا عشان نصبر اللي هو استيرونات استيرونات او سيدرات نور او كريم نور. ميرسي. طب ده ليه بديل يا دكتوره؟ يعني عشان ما ياخدوش بيبقى في بديل ان احنا ما هو لما بتاخر لما بتحبي تاخري حاجه زي دي بناخد اللي هو ده بدل مش هرمون تعويضي ودي كذا حاجه بنستخدمها غير انه بياخر الدوره بس باستراتيجي او بجرعات معينه. يعني سعيد جدا حضرتك معانا وتشرفت معرفه حضرتك جدا بس حضرتك يعني غني على التعريف واشرفنا وزياده المراه Thank you very much.